بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة في كلية الإمام الكاظم المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مادة الكمبيوتر أند داتا سكيورتي، أمنية الحاسوب والبيانات، هي مادة بطبيعتها مادة تحتاج إلى رياضيات وعمليات برمجية وخوارزميات، لكن بالبداية يجب التطرق إلى بعض المصطلحات الرئيسية في الداتا سيكيورتي قبل الدخول إلى الخوارزميات. فعندكم بالفصل الأول البيسك كونسبت إن داتا سيكيورتي، المفاهيم الرئيسية في الداتا سيكيورتي. أول مفهوم عندنا هو الأمنية سيكيورتي. Information system security is ability to provide the service required by the user community while at the same time preventing unauthorized use of system resource. بما معناه انه النظام يكون مؤمن عندما تكون له القابلية على توفير provide the service required، الخدمة المطلوبة من قبل اليوزر كوميونيتي، من مجتمع المستخدمين، بينما في نفس الوقت هو قادر على حماية مصادر النظام السيستم ريسورس من الـ unauthorized use. نوضح أكثر بمثال نستخدمه بحياتنا اليومية. مثل عندك أي متصفح أنت تستخدمه بالحاسبة، خلنا نفترض هذا المتصفح اللي قدامكم الأوبر، أنا أقدر أستخدمه حتى أوظفه للخدمة اللي أنا أحتاجها، كأنه أسأل على فد موضوع معين أو على فيديو معين، لكن بنفس الوقت أنا ما أقدر أتحكم ببرمجة الصفحة أو كيفية الدخول والنقاط وترتيبها وألوانها وإلى آخره، بما معناه أنه يوفر للخدمة للمستخدم لكنه يمنع من الوصول إلى مصادر النظام أو مصادر الأداة اللي دا أستخدمها. فالسيكيورتي هي القابلية على توفير الخدمة لكن بنفس الوقت حماية مصادر النظام. فيقول providing the system resource to those who need them is just as much a part of system security as protection and prevention of undesired use of those resource. وبنفس الوقت هو يوفر الاستخدام أو يعني ينطي القابلية للاستخدام للأشخاص المخولين، يعني الأشخاص المبرمجين إلهم القابلية بالوصول على ريسورس النظام، وهذا يعتبر جزء as part of system security، جزء من أمنية البيانات كحماية وكمنع للاستخدام الغير مقبول لهذه المصادر. يعني من أقول هذا النظام مؤمن يعني يمنعني من الوصول إلى مصادر النظام، لكن بنفس الوقت يمنع هذا النظام القابلية بتوفير الخدمات من قبل المستخدمين. تشوفون قدامكم هذا المثلث اللي هو يحتوي على الصفات الرئيسية لأمنية البيانات، اللي هو الconfidently، الavailability، والintegrity. الconfidently معناتها الموثوقية، يعني البيانات تكون موثوقة، والانتجريتي هي تكاملية البيانات اللي يعني ما بيها أي خطأ وتكون صحيحة، والافيلابيليتي يعني التوافرية، إنه متى ما يسوي ريكوست على طلب لبيانات معينة تكون متوافرة. فإذا توفرت هاي الصفات الثلاثة أقدر أقول على إنه هاي البيانات أو هاي السيرفيس الخدمات اللي توفرها تكون مؤمنة. نجي على المصطلح الثاني اللي هو الكونفيدنتلي، وقلنا سابقا بأنه الكونفيدنتلي يعني الموثوقية. نجي نعرف يعني احنا بكل نظام اكو هذه الصفات يجوز يشوفها متكررة، لكن بالنسبة لأمنية البيانات ايش يقصد بالموثوقية بالنسبة لأمنية البيانات او الحاسوب؟ The concept of confidently، مصطلح الconfidently أو الموثوقية in information security، في نظام أمنية البيانات، relate to the protection of information، يتعلق بمفهوم حماية المعلومات and prevention of unauthorized access، والمنع للوصول الغير مخول or disclosure أو اللي ناس الغير مرغوب بهم. The ability to keep data confidential or secret is critical to staying competitive
القابلية حتى أبقي البيانات موثوقة أو سرية هي critical، يعني خطوة كلش ضرورية to staying competitive، حتى يبقى منافسا in today's business environment، حتى يبقى منافسا لبيئة الأعمال المتوفر بالوقت الحالي. فالconfidently هي يعني موثوقية البيانات يتعلق بحماية المعلومات الموجودة بها ويمنعها من الوصول الغير مخول، الوصول الغير مخول أو الناس الغير مرغوب بهم وغير مخولين الوصول. هذا النظام أكو ثقة أنه ما يصل إلى هاي البيانات، فهاي القابلية يجب أن تتوفر حتى أقول على هاي البيانات هي confidential أو سرية، أنه هي موثوقة أو سرية حتى تبقى منافسة لبيئة الأعمال الموجودة بالوقت الحالي. لأن إذا صار عليها خرق وقدر يوصلها ناس غير مخولين، فبالتالي هذا النظام راح يكون غير جيد وما راح يستخدمه أحد، ويعني ينزل بالسوق ما يصير منافس لأنظمة أخرى. الكل مصطلح أو الكل مفهوم بأهمية البيانات أكو threat، يعني أكو مهددات لهذه النقطة. شنو اللي يهدد لي الموثوقية أو confidently؟ threat to confidently، مهددات الموثوقية. أول نقطة اللي هي الهاكرز، أو أول مهدد هو الهاكرز. شنو يعني الهاكرز؟ اللي هم يخترقون النظام. نجي ناخذه بالتفصيل. يقول is an individual who is skilled at bypassing control and accessing data or information that he or she has not been given an authorization to do. الهكر هو an individual، هو شخص مفرد يكون متمرس عن طريق التجربة بالسيطرة على الوصول للبيانات أو المعلومات اللي هو أو هي غير مخول بالوصول إلها. إذن هو يعني شخص عنده رغبة أو فد متمرس بهذا العمل عن طريق التجربة، اللي يحاول يخترق أو يوصل لنظام معين أو معلومات معينة هو غير هو أو هي غير مخول بالوصول إلها. هذا الهاكرز تعريفه بصورة عامة. هذا المهدد الأول للconfidently. المهدد الثاني اللي هو الماسك ريدرز. نجي نشوف شنو يعني الماسك ريدرز، اللي هما يعني مصطلح أو مفهوم أقرب لكم هو يعني اللي يعني المقنع، اللي يحاول يلبس قناع الشخص المخول حتى يقدر يوصل للبيانات اللي يريدها. فهو يقول هو authorized user، هو شخص مخول on the system، للنظام that have obtained another person's creditor. يعني هو شخص مخول بالوصول للنظام عن طريق شنو؟ عن طريق حصوله obtained another person creditor، يعني عن طريق حصوله على معلومات أو صلاحيات شخص مخول آخر. كأنه هو شخص الماسك ريدرز، هم يعني نقول عليهم مقنعين، هم أشخاص غير مخولين لكن هو أخذ الصلاحية من شخص مخول آخر ويعني أخلاها إلا حتى يوصل للنظام. المهدد الثالث threat to confidently، اللي هو unauthorized users، اللي هم الأشخاص الغير مخولين. هو users that gain access، هم مستخدمين يحاول وصول إلى النظام to the system even if company rules forbid it، حتى وإن company rule يعني قوانين الشركة forbid it، حتى وإن تحاول أن تمنعه forbid it، تحاول تمنع هذا الشخص لكن هو يقاوم ويحاول وصول إلى النظام، فهذا هو أصلا يعني شخص غير مخول. أوكي، صار عندي ثلاثة مهددة للconfidently، الهاكرز والماسك ريدرز والunauthorized user. المهدد الرابع اللي هو الunprotected download، اللي هي التنزيلات الغير محمية. التنزيلات الغير محمية يقصد بها download of file from secure environment to non-secure environment or media، يقصد بها التحميلات الفايلات، يعني خلال تنصيب شيء معين أو تنزيل فايل معين، هي التحميل من from secure environment، من بيئة مؤمنة إلى بيئة غير مؤمنة أو عن طريق وسائل غير مؤمنة.
فيجوز خلالها اكو فد برنامج معين يحاول يخترق هذا النظام. المهدد الخامس اللي هو المالوير، اللي هي البرمجيات الخبيثة اللي يقصد بها الفيروس and worms، يعني اللي هي البرامج اللي يخلوها او يبرمجوها لهذا الغرض، and other malicious software اللي هي البرامج الاخرى اللي تصنع لاغراض الهاكرز او لاغراض السيطرة على نظام معين. السوفتوير هوكس المهدد السادس والأخير الهوكس، يعني يقصد به ثغرة أو فد، يعني نقول أي ثغرة مرات خلال بناء برنامج معين أو خلال دورة تكوين برنامج معين المبرمجين يخلي لفد فراغ أو يعني خطوة يقول بعدين أرجع لها، لكن فيما بعد يكمل البرنامج ويستمر يعني وينشره وهو ما رجع لهاي الخطوة، خلى لفت ثغرة معينة. فهاي تعتبر هي هوكس كترجمة حرفية، يعني كصنارة أو كطعم، أوكي كطعم. فيستغل الهاكرز خلال مراقبته للنظام راح يستغل هاي الثغرة حتى يقدر يخترق هذا النظام. فالسوفتوير هوكس يقول during the development phases software، خلال مرحلة تطوير برنامج معين developers create، فإن المطورين يحاول أن يخلق hooks، يعني هو مو متقصد لكن هو خلال فترة معينة قال أنا بعدين أرجع لهذه الخطوة، فصنع عنده hooks فثغرة معينة that allow them to bypass اللي تسمح له فيما بعد authentication processes and access the internal working of the program، اللي هو بعدين فيما بعد راح يقدر يرجع لها خلال عمل الداخلي على هذا البرنامج. When the product development phases is over, developer do not always remember the hooks، هم مو عادة يتذكرون هذه الثغرة، and may leave them، وربما يتركها in place to be exploited by hackers، يتركها في مكان ما بحيث يستغلها هذا الهاكر. اوكي وضحت عندك شنو يعني ثغرة؟ يعني اكو فد خلال مرحلة تطوير النظام فد خطوة عبرها او يرجع لها فيما بعد، لكن هو نسى هذه الخطوة، فالهاكرز يقدر يستغل هاي الخطوة لمصالحه وبالتالي يخترق النظام. فصار عندي المهددات للconfidently 6 اللي هم الهاكرز والماسك ريدرز، الانأثيورايزد، الانبروتكتد داونلود، المالوير، السوفتوير هوكس. نيجي على المصطلح اللي بعده اللي هو الانتجريتي. انتجريتي مثل ما معروف عندكم واكيد مر عليكم هذا المصطلح قبل، اللي هو التكاملية. لكن التكاملية بالنسبة لأمنية البيانات لها تعريف الخاص بها. فالانتجريتي deal with prevention of unauthorized modification of intentional or accidental modification. الانتجريتي تتعامل مع المنع with prevention of unauthorized modification، من التحديث الغير مخول of intentional or accidental modification، من التحديث الغير مخول سواء كان مقصود أو غير مقصود هذا التحديث. إيشان يعني التكاملية؟ أنا موضحت لكم إياها سابقا أنه أنا لما يكون عندي مجموعة من البيانات وعندي مبرمج معرف هذه البيانات بتعريف خاص به، لكن هذا المبرمج أو هذا المطور اضطر أنه يترك العمل أو أنه يعوفه ويجي مبرمج وراء ثاني، فراح يستخدم هذه البيانات لكن بتعريفه الخاص الثاني، يعني التعريف الثاني مال المبرمج الثاني. بالتالي النظام هو دا يستخدم نفس البيانات لكن مرة معرفة بالمبرمج الأول ومرة معرفة بالمبرمج الثاني، فهنا راح يصير النظام يصير عنده مسماتش، يعني راح يصير عنده تناقض، هو مدى يعرف انه يخضع لهذه الأوامر مال المبرمج الأول لو للأوامر مال المبرمج الثاني. ف لازم اكو فد قيود او شروط بحيث يقول له انه لازم تستمر على هاي الاوامر اللي كان يصنعها المبرمج الاول حتى لا يصير تناقض بالبيانات. هذا شلون راح يصير؟ عن طريق امنية البيانات.
فيقول هو يمنع من التحديث الغير مخول، يعني أنا ما أجي جديدة لهذا المكان وأحدث على الإعازات أو الأوامر اللي أنا أنطيها للنظام، لازم أبقى على القديم وأعدل عليه بحيث ما يضر عليه، أوكي؟ ما يصير تناقض بالبيانات، فهو يمنع من التحديث الغير مخول، سواء كان مقصود أو غير مقصود. accidental يعني فجائي أو intentional مقصود. الداتا انتجريتي، طبعا الانتجريتي بها مصطلحين، اكو تكاملية بيانات واكو تكاملية نظام. تكاملية البيانات اللي هي الداتا انتجريتي assure that information، تضمن بأن المعلومات and programs والبرامج are changed only in a specified and authorized manner، تضمن بأن المعلومات والبرمجيات تتغير فقط بطريقة خاصة وطريقة مخولة صحيحة. أما السيستم انتجريتي تضمن assure that a system perform its operation in an impaired manner، تضمن بأن النظام يؤدي its operation العمليات أو الوظائف الخاصة به in an impaired manner، يعني بصورة صحيحة. هاي بالنسبة للسيستم انتجريتي. المصطلح اللي بعده اللي هو الافيلابيليتي. افيلابيليتي يعني التوافرية، توافرية البيانات. افيلابيليتي assures that the resources that need to be accessed are accessible to authorized part in the way that they are needed. توافرية البيانات يعني شو نقصد؟ كل ما أنا أسوي طلب على معلومة تكون متوفرة حتى أقدر أقول هذا النظام جيد. فهو يقول يضمن بأن المصادر that need to be accessed، المصادر اللي أحتاج الوصول إليها are accessible، قابلة للوصول to the authorized part، إلى الأشخاص المخولين، وبنفس الطريقة in the way they are needed، والطريقة اللي هم يحتاجوها. كل شخص إلى حدود بالتعامل مع هذا النظام، هل هو مخول بالوصول إلى هاي النقطة؟ فهو مسموح له بالوصول إلها. فهذا ما أقصد به بالavailability أو التوافرية. الavailability is a natural result of the other two concepts, confidently and integrity. بالتالي إنه التوافرية هي نتيجة طبيعية للمفهومين السابقين اللي هم الموثوقية والانتجريتي. يعني أنا أقدر أقول على أن النظام متوفر بقابلية التوافرية إذا كان النظام متكامل وهو موثوق. شو وقت ما تحقق هذول الصفتين اللي هم confidently والانتجريتي، راح تكون عندي availability للنظام. قلنا لكل مصطلح أكو مهددات، فنجي على threat of availability. الثريت للavailability هم شنو؟ أول one اللي هي availability can be affected by a number of event، إنه availability يتأثر بعدد من الأحداث which break down. هاي الأحداث أقدر أقسمها which break down، تنقسم إلى into human and non-human influenced factor. هاي الأحداث تنقسم إلى عوامل أو أحداث بشرية وغير بشرية، عوامل وأحداث بشرية وغير بشرية. إذن مهددات الavailability هم اثنين، بس اثنين، human and non-human. These further breaks down to unintentional and intentional acts. هسه ايش صار عندنا؟ إنه الavailability تنقسم مهدداتها إلى اثنين اللي هم human، بس خلي ألولكم هذه human and non-human مهددات الavailability. بعدين these further، هذه الأخيرة اللي هي non-human راح تنقسم إلى these further break down to unintentional and intentional acts، تنقسم إلى مقصودة unintentional وغير مقصودة، أفعال مقصودة وأفعال غير مقصودة. راح نجي على example of unintentional. Okay. Example of unintentional or non-directed
Act can be overwritten يقول الأمثلة على الأفعال الغير مقصودة أو اللي هي الغير مباشرة تمثل can be overwritten يمكن أن تمثل in a part or whole of data compromising of system يمكن أن تمثل على جزء أو كل البيانات الموجودة بالنظام or network أو على الشبكة infrastructure by organizational staff عن طريق مؤسسي هاي المنظمة. الانتشنال اكس اما الافعال المقصودة كان بي كونفنشنال واير فاير اللي هي يقصد بها الحروب اللي تصير على المنظمات مثل البومز اند اير تريكس اللي هي الغازات السامة أو القنابل Information Warfare Denial of Service واللي تؤدي إلى ما يسمى Denial of Service لما يصير عندك حروب على خدمة معينة أو على منظمة معينة مو نقصد به بالحرب بالمعنى العام يعني اللي نعرفه لكن أكو حروب تكنولوجية اللي هي تؤدي إلى تعطيل الخدمة اللي هو ما يسمى بالDenial of Service تعطيل الخدمة and distributed denial of service أو أن يكون موزع يعني مو بس يخص جزء معين لا وإنما كل الخدمات الموزعة فبالتالي راح يطلق عليه DDoS اللي هو distributed denial of service. non-human factors أما بالنسبة للعوامل الغير بشرية include loss of availability واللي هي تتضمن أو تحتوي على الخسارة بالتوافرية اللي هي تقع ضمن حوادث طبيعية يعني بما معناه due to fire حروق يعني حروق غابات وإلى آخره flood الفيضانات earthquake زلازل and storm اللي هي العواصف فهي حوادث طبيعية أوكي فالأفيلابيليتي قلنا هي توافرية بالنسبة لكل شخص إلى حدود الوصول للجزء الخاص به التوافرية تتحقق إذا تحققت بها الكونفيدنتلي والإنتجريتي قلنا الكل مصطلح إلى مهددات المعنى مالته فالأفيلابيليتي إلها مهددين اللي هما الهيومن أند نون هيومن اللي هي عوامل بشرية وعوامل غير بشرية والأخيرة تنقسم إلى مقصودة وغير مقصودة فإذا كانت غير مقصودة فهي تقع ضمن جزء من البيانات أو النظام ككل أو على الشبكة بصورة عامة أو على مؤسسي المنظمة أو مقصودة اللي هي يقصد بها الحروب التكنولوجية اللي تصير على المنظمة أو على خدمة معينة فتؤدي إلى تعطيل هاي الخدمة أو قد تقع إلى يعني تمتد إلى أجزائها الموزعة فتصير تعطيل الخدمة الموزع أما بالنسبة للعوامل اللي غير بشرية يعني يقصد بها عوامل طبيعية هي اللي تؤدي خسارة بالتوافرية هي اللي الحروق والفيضانات الزلازل العواصف إلى آخره النقطة الخامسة اللي هي الأثنتيكيشن اللي هي التخويل Unauthentication is a process by which the information system assure that you are who you say you are who you prove Your identity is authentic. Method of performing authentication are. الاثنتيكيشن يعني اللي هسه قبل لا نخلصها ناخذ الطرق الرئيسيه لها الاثنتيكيشن هي عمليه تضمن انه انت شخص المقصود للاستخدام التخويل يعني شنو يعني هل انت الشخص المقصود او الشخص الصحيح باستخدام هذا النظام من اللي يثبت هاي الهويه مالتك فالأثنتيكيشن in which information assure that you are who you say you are شنو اللي يضمن انه انت الشخص المقصود who you prove your identity من اللي يثبت الهوية مالتك method طبعا اكو طرق حتى نقدر نقول انه هذا الشخص هو المخول او لا اول طريقة واللي طريقة شائعة ومستخدميها كثير بحياتنا اليومية هي اليوزر اي دي اند الباسورد هي العنوان المستخدم وكلمة السر أو كلمة المرور The system compare the given password with the stored password If the two passwords match then the user is authentic ف
فيقول النظام راح يقارن كلمة المرور اللي عنده مخزونة بقاعدة البيانات المخزونة ويا كلمة المرور اللي انت راح تدخلها، فإذا اثنيناتهم ماتش يعني متساويين أو مطابقين، فإنه هذا اليوزر أقدر أقول عليه مخول. الطريقة الثانية للتخويل اللي هي السوايب كارد. السوايب كارد هي البطاقات الممغنطة which has a magnetic strip embedded، اللي هي عبارة عن يعني شريحة تحتوي على شريط مغناطيسي مخفي which would already contain your details، واللي هي يعني قبل أو already تحتوي على معلوماتك مخزنة سابقا، so that no physical data entry takes place or just a pin is entered. يعني احنا ما راح نشوف شيء ملموس او راح تدخل بيانات، مجرد انه هاي البطاقة راح تخليها بالمشين هي راح تقرأ المعلومات اللي مدخلها سابقا. الطريقة الثالثة لعملية التخويل اللي هي ديجيتال سيرتيفيكيت، اللي هي التوقيع الالكتروني او الشهادة الالكترونية on encrypted piece of data which contain information about its owner greater generation and expiration date and other data to uniquely identify a user. Digital certificate هي الشهادة الإلكترونية، إذا نقدر نمثلها مثل الباركود، شايفين لما ياخذ مسح على جزء بالآلة، بالتالي راح تطلع على مثل إيميله ورقم تلفونه واسمه وعنوانه وإلى آخره، فهي جزء من البيانات يكون مشفر ويحتوي على معلومات عن المالك، عن الأونر أو يعني صاحب الشأن، generation أو عن expiration code تاريخ صلاحية معين، and other data to uniquely identify a user حتى يعرفها بصورة يعني uniquely أحادية أو يعني فقط للشخص المقصود. الكي فوبس هي مجموعة من المفاتيح، هي small electronic device جهاز إلكتروني صغير which generate new random password واللي يولد كلمات مرور جديدة عشوائية synchronized to the main computer متزامن مع الحاسب الرئيسية. يعني الكي فوب هي عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يولد كلمات مرور بصورة مستمرة وعشوائية متزامن مع الحاسبة الرئيسية، حتى كل مرة يولد كلمة جديدة حتى يكون صعب الكسر، أوكي؟ أو صعب الاختراق. الطريقة اللي بعدها وأتوقع هي الطريقة الخامسة، أوكي؟ البيومتريك اللي هي الأعضاء البشرية أو البيولوجية. يقول ريشنال سكانرز اللي يقصد بيها ماسح العين اللي ريشنال عدسة العين and الشبكية يعني and fingerprint readers والقارئ البصمة part of the body هي أجزاء من الجسم are considered والتي تعتبر unique enough والتي تعتبر يعني أحادية لشخص معين، يعني ما تتكرر، مستحيل شخصين يمتلكون نفس بصمة الأصبع أو نفس بصمة العين، أوكي؟ فكل شخص إلى بصمة واحدة وإلى عدسة يعني بصمة عين واحدة ما تتكرر بالشخص الثاني، وهذا أقدر أعتبره كهوية للشخص to allow authentication حتى يسمح بالتخويل to computer system للنظام الحاسبة based on their properties بالاعتماد على مواصفاته. وأكو طريقة أخرى اللي هي for a very secure environment حتى أكون بيئة أكثر أمنية. It is also possible من الممكن أن أجمع to combine أن أجمع several of these options عدد من هاي الطرق السابقة such as مثلا having by having fingerprint أنه أجمع طريقة قراءة البصمة identification along with the user ID and key fobs. أقدر أجمع أكثر من طريقة بطريقة واحدة حتى أكون نظام أكثر أمنية، يعني أطلب من عنده بصمة أصبع، أطلب ID وباسورد، نطلب key fob وإلى آخره، فتكون الطريقة أكثر أمنية. فالاثنتيكيشن يعني قلنا طريقة تخويل وبها عدة طرق، يا أما يوزر وآيدي يا أما سوايب كارد
ديجيتال سيرتيفيكيت، كي فوب، بايومتريك، وآخر طريقة اللي هي تجمع أكثر من طريقة بطريقة واحدة. الطريقة الأخيرة أو عفوا المصطلح الأخير اللي هو الأكاونتبلتي نون ريبيديكشن ريبيديشن. الأكاونتبلتي يعني المساءلة، المحاسبة. نيجي نعرف شنو يعني المساءلة. The security goal that generates the requirement for action of an entity to be traced uniquely to their entity. يقول الهدف، هدف الأمنية هو أن يولد generate the requirement المتطلبات، أن يولد متطلبات لحدث أو لفعل معين of an entity to be traced حتى يبقى مراقبا uniquely بصورة أحادية أو يعني مفردة to that entity لهذا الفعل. This support non-repetition, deterrence, flawed isolation. يعني بصورة عامة حتى أوضح لك هاي النقطة أكثر، الأكاونتبلتي هي المساءلة حتى يضمن النظام بأنه فيما بعد إذا تعرض إلى مساءلة أو مراقبة من قبل جهات قانونية أخرى أنه إلى القابلية بتسجيل تاريخ معين، أو أنتوا شايفين مرات تتصفح صفحة معينة يسجل لك الصفحات السابقة اللي قمت بزيارتها، فحتى يمنع من أنه يتهم بأشياء هو ما قام بها، فراح يخلي وظيفة الأكاونتبلتي أو المساءلة. فيقول سيستم، هسه لو نجي هنا we must be able to trace a security. يجب أن نكون إلى القابلية حتى يتبع أمنية البريتش of responsible party، يعني جزء من المسؤوليات هذا النظام. system must keep record، ان النظام يجب ان يكون مراقبا ومسجلا of their activities لافعاله. to permit حتى يسمح later for forensic analysis انه التحليل الجنائي. to trace security انه يتابع امنية البريتشرز or to aid in transaction dispatch، يعني حتى يسمح فيما بعد من إداء إجراء معين أو شخص قام بفعل غير صحيح، فالنظام هو يبقى مراقب ومسجل لكل عمليات اللي يقوم بها مستخدم الحاسب. اللي هنا تكمل محاضرتنا طلاب، أشوفكم على إن شاء الله، ألقاكم على الفيديو الثاني حتى نكمل بقية المحاضرة. شكرا جزيلا.